مكي عير مكي يضرب مكي يسم مكي يدير حتى حاجه حتى حاجه مكي يدير هاد الدرب. جا مرض نفسي يعني صافي كيدور دوره ما كيلقاش با الدار يدير. خويا مع العشرة ولدي تحت الليل اللي الكل وانا كنتسنى فيه ما بقيتش الشهر الخميس الخميس والجمعة تسنيت وما جاش والسبت قلت مربان يكونوا شادين وغادي نتلقوه ما جاش. المهم قلبت ما روركت الدنيا كاملة ندينا والو جيت البحر جيت المرسى ما خليت فين مشيت كاع القنيات مشيت 36 مشيت لميريز ومشيت للسبيط قال لي والو قلبوا قال لي ما كاينش. دابا راه قلت غدا ان شاء الله غنمشي لاما نشوف وباقي لي كان بخير هذا الولد وكلت فيهم الله ياخذ فيهم الحق دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق اللي تكرفص ليا على ولدي انا ما كانش مريض كان كيطريني الحديد الدري كان كيطريني الحديد واللي ردوا في هذه الحاله انا دعيت الله ياخذ فيه الحق كان زوين كان نقي كان كيلبس كان به خير ما كيعير ما كيضرب ما كيسم ما كيدير حتى حاجه حتى حاجه ما كيدير هذا الدري كيف سكيها كيبقى داخل خارج يقول لك بغيت ناكل صافي ولي رد ها من نهار اللي مات بيه جاه مرض نفسي يعني صافي كيدور دوره ما كيلقاش بيه الدار اللي يدير. دابا في شهر 7 كمل 3 سنين كان متعلق بيه بزاف كنت تبدا علاقه مع الاب ديالو. دابا يدور دوره يقول لك بابا فينا هو بابا فينا هو ولكن اللي رد الاول والاخر ما نسمحش ليهم الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق. انا كنطلبوا اللي شاف الدري يعيط علينا ونجيو في المكان مشات حافظه حافظه 06 57 00 58 47 في الاخر اللي ديو اللي داه شي بلاصه انا ما سامحاش ليه حيت كيدور غير هنا غير في الدرب ما كيمشي حتى شي بلاصه بعيده كيدور غير هنا في الدرب داخل خارج ما كيمشي حتى شي بلاصه حدو الدرب